يسوع كان ربنا بيقول له تشدد وتشجع لا ترهب، كل ما تدوسوا بدون أقدامكم لكم أعطيتم. وكان ربنا بيقودهم وشاف كده يسوع بعمود النار صباح بالليل وبالنهار يقودهم بالسحاب، فكان ربنا موجود وكان بدل يحل فوق كلمة الاجتماع، كان ربنا يعلن عن ذنب ليهم بكل وضوح. حارب يشوع عماليق، بس حارب زي عماليق اللي هم يتعدوا على شعب الله شروق 17. رفع موسى ايديه بلسان الصليب يصلي يباركهم فوق الجبل، وهارون كان شايل دراع وحور شايل دراع تانية، لما كان موسى بيت تخدم وتنزل كان الشعب ينهزم، ولما كان يرفع ايديه كان الشعب ينتصر. كأن المنظر ما بيشاور على منظر الصليب الفداء اللي أتاه رب المجد من أجلنا، دي نعمته المخلصة والجهاد اللي بيجهده يشوع، اللي بيعني كل واحد فينا بجهاد. طول ما ينفذ الصليب ياخد قوة يقدر يجاهد بيها في كل أمور حياته. مين اللي كانوا ضد الصليب وضد الخلاص وضد الفداء؟ الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة في العهد القديم، ولم يدركوا محبة المسيح الفائقة. الفائقة يعني كان يقول يصنع خيرا في كل خطوة بيقدم، يشفي التسلط عليهم ابليس. ده زعلوا منه لما شاف المرأة المنحنية اللي بقالها 18 سنة ربطها ابليس عشان شفاها الانسان. قال لهم السبت بعد لأجل الانسان، ده الانسان لأجل السبت. وياما ناس تتمسك بالحرف كتير، فربنا قال لهم ايه؟ افهموا، حتى لما أول لعازر بالهوت بعد 4 أيام من سلطان لاهوته كانوا بيدوروا ازاي يتخلصوا منه بأي طريقة، لأن هذه الآية كانت عظيمة وآمن عدد كتير جدا بسبب إقامة العازر. طب عايزين ايه؟ أنتم وسطاء في العهد القديم من أجل يسوع المخلص الذي جاء بينكم يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليه ابليس ويقدم كل حب، وبعدين حتى بعد ما صلبتموه وهو قال لهم ربنا بعتكم انبياء عشان تصدقوا اللي جاي، وانتوا قتلتوه زينتكم ابائكم قتلوا الانبياء، قتلوا الانبياء وانتوا بتزينوا القبور بتاعتهم شكلها ابيض من بره جواها عصاها، وانتوا السبب القبور بتاعتكم وانتوا ماشيين في طريق خاطئ. فأضلوا الشعب في وقتها ضلالا عظيما لدرجه ان قالوا اسلوبوا اسلوبكم.
اطلبوا اطلبوا. فما بين يسوع المخلص وبين يسوع اللي نفس الاسم هو هو، يعني ينطق يسوع ممكن ينطق يسوع بنفس المعنى. ومعناه ايه؟ معناه يهوى يخلص. يهوى يسوع يعني يهوى يسوع يعني يخلص. يهوى يسوع يعني يخلص نفس الاسم نفس المعنى. لكن مين اللي النهارده يا احبائي واحنا في هذا الزمن نعاني كثيرا من فكر يحاول يخدنا من يسوع المخلص. فكر يحاول يخدنا من يسوع المخلص. اصل رب المجد ابو فاضي يؤمن الموت وانتصر على الموت وصعد للسماء ويحكي في مجده ليدين الاحياء والاموات الذي ليس من قبل. واعطانا الروح القدس جوانا عشان ندرك. ما حدش يقدر يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. والموضوع ده كان تعب اليهود قوي، تعب ناس كتير اليهود قوي بيخبطوا في الايمان المسيحي، لان هم لا يستطيعون ان يعلنوا المسيح رب الا بالروح القدس. يخدعوا البسطاء، يخدعوا المتسلط عليهم فكرهم بالذل الكثير، يخدعوا الضعفاء عاطفيا. ياما ورا علاقات عاطفية ناس ميلوا دماغهم لإنكار المسيح، وحاجات كثيرة غرضها في الآخر أن يسوع المخلص لا يكون مخلص شخصي ليه. راجل كويس طيب فتح عينيه العميان، يعني أقام من العظام الرميمة زي قد أنت عاطفة، أقام إنسانا كاملا خدم وخدم العظام أسقف في أبرس وجسد موجود عندهم. أمر جميل أوي الواحد يدرك ليس بالإيمان العقلي ولكن بالإيمان فقط، يعني لكن بالإيمان القلبي. يا قيامة الأموات، طب ما احنا بنعيش قيامة الأموات بفكر بسيط. أقول لكم إيه؟ البذرة الصغيرة، البذرة شكلها بلا حياة لما بتتفتح في الأرض بنلاقي فيها حياة، لما نلاقي فيها حياة بناكل منها ثمر. إذا كان رب المجد يسوع المسيح أتم الفداء عنا ودفن في القبر وقال عشان يعطينا حياة لشخص. وإذا كان البعض يقول يعني إزاي الله يموت؟ إزاي الله يموت؟ إزاي الله يأخذ جسدا يتجسد؟ طب وهل يعفر على الله شيء؟ وفي نفس الوقت الله بين محبته لنا إذ ونحن بعض خطاة مات المسيح لأجلنا. انظروا أية محبة أعطانا الأب حتى ندعى أولاد الله. طب وإن كنا أولاد ورثة الله ورثونا مع المسيح. ومن ينكر المسيح سينكر المسيح، ومن يعلم المسيح يعلم. يعني ازاي؟ يعني يا سيدي بالايمان، بالقدوه حياه صالحه امينه، بالخدمه ومساعده الناس، باحتمال الالم. كل دي دراسه، كل دي دراسه. فما بين يسوع اللي بنحتفل بيه النهارده اللي يعني كان قائدا جبارا سمع صوت ربنا ولم يحبط ابدا، لم يحبط ابدا في حياته، وكان دايما ذو نظرة إيجابية. تقول يعني نظرة إيجابية يعني إيه؟ يعني أقول لك أسوار أريحة عالية أوي ممكن تتكسر الحقيقة بالنظرة البشرية. لا طب نعمل إيه يا رب؟ يقول مشي شوية فكوا رجليك، كل يوم تلفوا لفة حوالين أسوار أريحة، وسابع يوم تلفوا سبع مرات. ده هيعمل إيه يعني؟ لما تيجوا العلامة اكتسوا هجوم عظيم يحصل ايه؟ يقول العلم اللي لم يدركوا ساعتها الناس البسطاء دول
كلام ربنا ليسوع وقعه في بساطة الإيمان. عملوا من المشية المنتظمة بتخلف الأساسات. زي إيه؟ لو عندنا حوض وفي نقطة مية بتنقط عليه بس مش بتنزل في البلاعة، بتقول بتنزل عالي على الحوض. بعد شوية تعمل في إيه؟ الشرب الكسر. معناها إيه؟ نقطة مية. وبالتالي يا أحبائي كل ما ندرك أن الإيمان في بساطته وعمقه، في إيمانه وجهاده، في وساطة الكنيسة المستنيرة بروح الله اللي احنا ماسكين كلنا مجموعة نعبد بعض ونسمع بعض بروح الرؤية الإيجابية أننا في المسيح أعظم من منتصرين. وعايز أقول لكم بس حاجة بسيطة، لا يوجد من بداية المسيحية لغاية وقتنا هذا إلا هو ده صوت الكنيسة اللي تحت. الحمد لله مش جايب من حتة تاني. خلينا في الكوميونيتي بتاعتنا في المجتمع اللي يسلمنا ودققوا تسمعوا ايه وتشوفوا ايه، لان الحروب كتيره والافكار كتيره، واحنا ايماننا ايمان فاهمينه بقلبنا وعايشينه بعقلنا وبنمارسه في حياتنا. واجمل حاجه بندوقها ان سلام الله الذي فوق العقل يحفظ قلوبكم وعقولكم في المسيح يسوع. فده إيمان محفوظ بإيد ربنا. وكل ما نبص على الصليب هنبص بعديه على القيامة، ولما نبص على القيامة نعرف أن ليس لنا ها هنا حياة بقية، لكننا نبغي الحياة العتيدة، الحياة العتيدة. كنت بقول لكم آخر حاجة قبل ما الصوت يتقطع، إنه من بداية المسيحية في حروب على المسيحية وحتى وكل الأسئلة وكل الحوارات وكل الهموم مردود عليه، مردود عليه إيمانيا، مردود عليه عقليا، مردود عليه حياتيا. حياتنا اللي احنا عايشينها بترد على كل اللي بتاعته على المسيح. على فكرة عارفين المعجزة الأخيرة اللي حصلت هي مش أخيرة أكيد، يعني في عزة النخل
لما الست العبد فهد يسافر الرجل المشلول اللي بقاله 7 سنين، حصل لقاء شخصي مع هذا الشخص وودوه عملوا له تحليل للعضلات بتاعته. اصل المفروض الدكاتره عارفين كويس، كل الناس يعني، انه عضله ما تتحركش لمده 7 سنين معناها انها حصل لها ايه؟ ضمور كامل. حتى الواحد لو جاب سنين ولا حاجه، شهر ولا حاجه، لا ايد ارفع من ايد او رجل هتلاقي ارفع من رجل، لان العضلات تضمنت. عملوا له تحليل للعضلات، 3 عضلات، شاب عنده 30 سنة، شاب رياضي يعني. طب ده خلقة جميلة وشفاء كامل، بس إيماننا مش إيمان المعجزات، ده إيماننا إيمان بالإضافة، إيمان قلبي عايشين فيه مع المسيح بروحه القدوس، إيمان معاش. فربنا لما بكت الكتب والفريسين هنا، قال لهم أنتوا عايشين بالمظهر، عايشين بالشكل، لكن من جوه لا. دوق المسيح، دوق المسيح، اطلبوا اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب قريب. وهو يقول اذا دعوت، داود النبي صادق، اذا دعوت استجبت لي يا الله اله بري، في الشده فرجت عني، ترافع يا رب اسمع صلاتي. ربنا يدينا بساطه يشوع وجهاده، ربنا يدينا إيمان رب يسوع اللي فدانا وخلصنا وأقمنا معه وأقدسنا في السماويات. ربنا يدينا أن نحن نكون متمسكين بالكنيسة التي هي وسيطة الإيمان والخلاص في هذا الزمن، ونكون مقدسين بالكامل رسالة أبديتنا ورسالة ربنا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد. اليوم يوافق الذكرى السنوية الأولى للمرحومة نايم.